رد فعل الرقابه لما شافوا الفيلم كان ان مفيش مشهد احنا معترضين عليه، كان في مشهدين صغيرين قوي وتم تعديلهم، لكن غير كده ما كانش في مشاهد معينه طلب منا ان احنا نعدلها او نحذفها. ورغم هالشيء الا انه اسباب عدم عرض الفيلم بعد مجهوله. المره دي واضح ان في عطله احنا يمكن مش دارينين سببها قوي، واتقال لنا ان هنوصل للاتفاق وهنوصل لحل قريب جدا، فانا مستني يعني مستني ان انما اكيد العطله مش من ناحيتنا، لان احنا اعلنا عن نزول الفيلم، فبالتالي مش هنعلن عن نزول الفيلم الا لو احنا عندنا نيه ان احنا ننزل فيلم. كمان هو في ايه؟ مالكيش دعوه. وبانتظار عرض هالفيلم حفظي عنده فيلم تاني انتاج بريطاني مصري مشترك بعنوان الاقصر من اخراج زينة درة. طول عمري مهتم اكتر ان انا انتج لمخرجين مصريين. انا شاركت في انتاج اجنبي قبل كده بس اول مره ابقى انا المنتج يعني اللي ببدا المشروع بقى، يعني المنتج الاساسي للمشروع ناطق بالانجليزيه او مخرجته انجليزيه بالرغم انها من اصل اردني فلسطيني يعني. وهالفيلم يلي بلش تصويره اول الشهر الماضي بيحكي عن قصه حب بتصير بالأقصر. هو مش فيلم سياحي لكن هو في يعني في نفس الوقت هو بيلغي ضوء على قد ايه الأقصر دي بلد غنية بتاريخها وأثرها وروحها كل حاجة، وفي نفس الوقت هو فيلم بسيط جدا، فيلم مستقل دراما عادية فيها جزء كبير من الرومانسية. وهالشي رح نشوفه بين الممثلين بالعمل يلي رح يكونوا من جنسيات مختلفة، لقاء ما بين ممثلين يعني من ثقافات مختلفة، وفي شيرين رضا، في شهيرة فهمي، والممثلين الأجانب في أندريا رايزبرو اللي هي نجمة كبيرة يعني إنجليزية، وفي الممثل اللبناني الفرنساوي كريم صالح اللي برضو بيشتغل في هوليوود.